ذهبي ولحناني تخرج روحي من كياني اجيني يا للا داك السالف فين صيبو خلى الصبيان كيشيبو والحب قتلنا لهيبو غروينا يا للا انا قلبي صغير والعيلة عينك كبار يشعلوا النار كل ما تلاقى ودوك شفار انا قلبي صغير والعيلة عينك ظلار يشعلوا النار كل ما تلاقى ودوك شفار ألا واه لا واه أيما حياني ألا واه لا واه بغى الغيرة تقتلني ألا واه لا واه ما يشوفوا حتى براني ما تلبسي القفطان تيبرز أحداث الهامي القفطان المغربي حتى وإن أدخلت عليه يعني تفاصيل جديدة فهي تحافظ على القفطان الأصلي والقصة دياله وهذه بالنسبة لها طبعا هي وسيلة للحفاظ على مغربيته وعلى موروث الأجداد في الزي المغربي الأصيل لاحظوا أنها استعملت أتواب نزلة فلويد بحال كليجة أتواب كذلك بحال كريب جورجيت وأضافت لمسة مميزة من خلال المضام